الناس الصبر صدقني الصبر صبر الدنيا عذب دور سواك العلة الدنيا الناس الصبر الناس الصبر شالوا حطوا شالوا حطوا قالوا حامض حلو حامض حلو حامض حلو وما فيها بصراحة أبو إبراهيم ما قصر وي أنت وياي لو وياه يا عطوية سمعي كلامي اللي تسوينا ذي كلها ما منه فايدة لو فيه فايدة كان نفع وما خلى أبو إبراهيم يتزوج هيلة هذا والحين تزوج هيلة وهذه صاكة عليك في البيت لو أنا منك أكسب ودهم ما عاديهم وخصوصا هيلة هيلة هذه حطيها بعيونك وحبيها علشان تحبك ولحبتك هي بتزيد معزتك وغلاتك عند ابو ابراهيم وبتصيرين انتي الامر الناهي بهالبيت والاول والاخير انا ودي اتصرف كذي وخصوصا عقب ما تم الزواج لكني ما قدرت اتقبل الوضع بعدين انا مريضه من الضغط ما اقدر اشوف اللي يصير قدامي واتحملك كل ساعه يبا يركضون يبا يركضون شوفي اول مره طق ابراهيم والله ستر ولا كان راحت عينه المسكين وثاني مره يبي طقك انت ما بغيت اوصل البيت يلا على بابك يا كريم يلا بسم الله الرحمن الرحيم يلا عليك يا ربي يلا ارحمني يلا عليك ولا على غيرك يا ارحم الراحمين
بسم الله وعلى بركة الله. بل 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 بل. يا الله 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 يهديك. سعيد شو تسوي قاعد تجمع لي عند هالباب؟ ما تجوز انت وابوك منعوزيني حتى على باب بيتي؟ جوز يا ابن الحلال. كله مجمع لي هالجهال عند بيتي. لا عاد اشوف وجهك ثاني مره، ليش ما طلعت مثل جدك رجال؟ طالع لي مثل ابوك. يلا اتفك على الله احسن لك. يلا قم قم بعد قم. ما تستحون عيال اخر زمن لا بركتهم فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله على بابك يا كريم يا الله. بس انا كم مره وصيتك اذ هي سوت لك شيء سوي لها شيء اكبر. لكن الله يهداك ما تسمعين الكلام. انت ما تعرفين زين يا عمتي، ما تعرفين زين. انت سمعي كلامي انا وبس. هذه المره ما تلزم حدودها الا اذا ربيتيها عدل. يا عمتي انت ما تعرفين، انا اعرف. تساليني انا عنها، انا عايشه وياها. لا اله الا الله محمد عبده ورسوله. يا الله سلمك يا ربي. يا الله سلام عليكم. وعليكم السلام. تعال تعال اسمع ام ابراهيم شو مسوي في بنت اخوك. اقعد. وهذه ما تجوز من سوالف ام ابراهيم هالقشره. ما تقولين لي يا ابوك يا هيل ايش سوت لك؟ تخش عني الثياب صدق يا عمي، تخش ثيابنا وتقول لي ولو ما حط لي مكياج. ليش حط لك مكياج؟ ها ليش تلبسي مكشخه؟ انا ما بش تلبسي مكشخه. تحرضنا على ابو ابراهيم، ولما يب ابراهيم تسوي روحه ما سوت شيء. تصدق يا عمي، وبعدين يقعد ابو ابراهيم يصارخ 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 علي يا عمي، ولما يكتشف الحقيقه يجي يصالحني. انا اشوف انك ما تعيشين وياهم في بيت واحد. وانا بمسك ابو ابراهيم وبقنعه انه يستاجر لك بيت. عفاك الله يا سعد. الله يعافيك الله يعافيك. ايش سكرت؟ امشي البيت. ايش عندك؟ شايف ايش البيت؟ ابي اسمع الدولاب في بيت ابوي طاح. الدولاب مالنا انا لازم اسمره. ان شاء الله انت بمسمار حق دولي. انا شايف انا اجي حق شعبي. انا ما ابي حق دولي، ما اجي حق شعبي انا يا عمي. يبا احنا ما عندنا مسامير الا اكل، مال دولاب راح حق النجاجير يعطونك. يلا اتكل بالله. ايش دولي من النجاجير مالنا؟ ابي من عند الضرالين عندك انت عمي. بالشني بالشني يا صديقي. يا ابو ابراهيم شلون ابغى يكون؟ اتحمل ابو ابراهيم صدقني يا ابن الحلال. شو اتحمل ام ابراهيم؟ كل ساعه والثاني مسوي لنا سالفه. ومسكينه مسكينه ذا الهيله صك عليها صك. تدري ليش احنا مسكر الدكان؟ ليش؟ علشان هالحق على هيله يكون ام ابراهيم مسوي لها شغل. ولا على قولة حنيف اجر لها بيت. انا اقول يعني هذه زوجتك الاوليه ام صباك وام عيالك، يجب انك تتحملها مثل ما تحملتك. هاي القصد. يعني اقدر اتحملها الى انتهاء الكنف ذا البيت؟ لا ان شاء الله ما في هلك ولا شيء، بس دايما تعرف انت النساء هذولا يبغى لهم يتكلموا معهم الكلمه الطيبه، البسام الحلوه، هكذا يعني. انت لازم تفهم يا ابو ابراهيم، لا تتعبني. يا سبحان الله يا سعد، ما ادري مين طب عليك هالعقل اليوم. ايش اقول لك يا ابو ابراهيم؟ انا غيرني حمد. حمد؟ معقوله حمد؟ ليش لا يا ابو ابراهيم؟ ليش لا؟ مسكين حمد بغى يضيع بسببي. نعم منعت عني فلوسا للورث اللي مال امه واكلتهم كلهم. مسكين كان يبغى فلوس حق مهر يقدمه حق هيله، هيله اللي كان يتمنى تراب رجولها. ما اقول غير ان الله يسامحني. انت بالصراحه الظاهر انك مو بنت سعد اللي انا اعرفه. صحيح كلامك، صحيح كلامك. انا مو سعد الاولي، مو سعد الطماع اللي طق الناس ويتفرج على الناس اللي كان ياكل حقوق الناس. لا سعد الاولي تغير يا ابو ابراهيم. سعد شاف ان الله، عرف ان الله حق، صار مو طماع مثل الاول. سعد الان انسان طيب، يقول يا رب يا رب استر علي. انت تعرف ليش انا مسكر بدري وماشي؟ اي صحيح. ليش؟ رايح لاختي، رايح لاختي، اختي مسكينه اللي صبرت علي. رايح اعطيها حقها، حقها اللي اكلت طولها لسنين، واقول ان الله سبحانه وتعالى يرحمني برحمته يا رب.
تفضلي وانا تحت امرك وممنون. مبروك يا اخوي وجزاك الله الف خير. الله يطول عمرك يا اخي، هذا طول عمرك حلالك وحلالي من ميراث ابونا الله يرحمه. انا صدق يعني اخذت شوي لكن الحمد لله ضميري صح علي ورجعت لك كل شيء. ما قصرت يا اخوي، دموعي خلت الكلام يوقف في حاجة. سلامة حالك يا اختي، سلامة حالك، انا اخوك وهذا المفروض يكون بين الاهل من زمان صادقين، لكن ايش تقولي؟ الشيطان شاطر ولعب علي، انما الان ورايح وبقبت الى السدادة تحت امرك. ليش يا اختي؟ ليش يا اختي تبكين؟ تبكين وساعات المبرقش راسي يسم الهوى، ليش تبكين ليش؟ مقهورة. مقهورة يا اخوي، لان ولدي ما تزوج هيله، والفلوس الحين ما تسوي شيء. صحيح يا حلاقي. واحد شو يقول يا اختي؟ صدقيني كل الحياة هذه قسمة ونصيب. أنا أقول الله سبحانه وتعالى يرزقها بإنسانة تعوضها وتنسي كل الهموم. الله كريم، الله كريم يا صاحبي. الله كريم يا صاحبي. أبو قول إيش عندك؟ عندي خير إن شاء الله، جاتني فكرة. إيش رأيك يا طويلة العمر يا أختي في بنت أبو عبد الله جارنا اللي كان ساكن الأول جنبنا في الديرة؟ من هي؟ ليكون سعاد المعلمة. أحسنتي، رحم الله والديك. نعم سعاد، وسمعت إنها معلمة زي ما تقولي تدرس، يعني عندها فلوس. هذه السعاد المباركة يا أخوي وأهلها هم ناس طيبين، وما أعتقد يرفضون ولدي حمل، والحين فلوس جاهزة، لكن من يقدر يقنع حمل بالزواج؟ أنت طبعا يا أختي، أنت ناسي انه ولدك هذا وما يرفض لك طلب، بس قولي انت وما راح يرفض لك طلب، يوافق على طول. نعم. يا ليت يا ليت يا اخو يا ليت. بالمسجل وعلى الصوت، ويوم تشوف قرفك هيله متحرك بوجهه اركض على قرفتك وسكر الباب عليك. شوف شغلك ان شاء الله. يلا يطلع ويصفك. يا هيله بما فهم معهم الا الطق، اساليني انا. اسمعني زين،
أنا عندي لك حل ويريح الجميع. على يدش قولي لي شنو؟ أنا الضحية، أنا الضحية، أنا ابتلشت وياهم ما أدري شو أسوي. يا ظهري، يا ظهري، يا هذول أنا عارف الحاجة هذا والدبابير والحيل، أكيد أنت أمك سويتون شيء وخليتون أبوك يفقد أعصابه، صدقني. لا تجيب طاري يا عمي، لا تجيب صاري امي كل شيء تبطى الحقوني الحقوني الحقوني. هذه السالفة وما فيها غلطيت أنا ولا ولد إبراهيم؟ بس أكيد المسجلات كان صوتها عالي وايد. اي نعم كان صوتها عالي. بعدين احنا شو نسوي فيه هو مع زوجته؟ لأن أنا ولد إبراهيم صمخان ولا نقدر نسمع المسجل إلا إذا كان الصوت مرتفع. أقول يا أم إبراهيم. إيش عندك قول؟ أنت شو اللي يدور في دماغك؟ شو اللي تبغين توصلين له بالنهاية؟ قولي لي فهميني خلني أفهم أعرف. بصراحة ولا عندي هدف ولا شيء، بس أنا في ضيج من قبل ما يتزوج هيلة، وزاد عندي الضيج عقب ما تزوجها. علشان كذي أنا لازم أنفح عن نفسي ولا أضيع. وإبراهيم بعد في ضيج من زواج أبوه؟ إيه، هو شايف أمه في ضيج، علشان يساعدها ويطلعها من اللي هي فيه لازم يفكها منه. وانا ايش تبغيني اسوي لك؟ بصراحه يا اخوي عبد الله انت المره اللي فاتت ما سويت لي ولا شيء، وهذا هو طقني. ولا عاجبك يعني يسوي فيني كذي؟ تبين على الصراحه اللي سواه صح وعاجبني 100%. بخالد اسمعي يا عاد، شوفي لا يكون تجيني هني وتشتكي لي من زوجك، ترى انا مليت منك ومنه. ابو خالد ايش فيك انت؟ لا تقول كذي. صبري يا ام خالد الله يهديك، صبري. هذه مرة كبيرة ولازم تتقبل الوضع الحالي وتعيش مع زوجها بما يرضي الله. ما يصير كذا كل يوم هواش وهواش، الرجال ما قصر عنها الى ما الحين. اسمع يا ابو خالد، لا تلف ولا تدور وقول بصراحة، ترى كنت بالطريقة هذه تطردني من بيتك. شوفي عاد، إذا كان طردك من بيتي هذا في فايدة لك والولدك إبراهيم، أنا أقول لك بطردك يا أم إبراهيم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ها حمد، شو أخبار الحمام اليوم؟ الحمد لله يمه كل شيء تمام. لا ما بشرك، الحمام اللي كانت راكدة على البيض يابة تفرخ صغير. ما شاء الله تبارك الله. المهم حمد، خلي الحمام ينسيك موعدنا اليوم. معقولة؟ معقولة هانسى موعد دفع المهر حق زوجة المستقبل سعاد؟ اخ يا حمد، ما تدري ايش كثر كان قلبي فرحان يوم وافقتني ورحنا مع خالك سعد وخطبنا البنية. صراحة يا يم البنت ما فيها شيء انت عايب، ما شاء الله عليها طيبة واهلها بعد ناس طيبين. ايه الحمد لله. تصدق يا ولدي ما طلبوا علينا فلوس وايد حق الشقة والمهر ولا اشترطوا علينا اي شرط؟ ايه الدنيا ما زال فيها ناس طيبين وايد يا يمه. ايه الحمد لله. اقول لا تنسي يا ولدي، واحنا ندفع لهم المهر تحدد معاهم موعد. ايش رايك ناخذ هدية حق عطية؟ يا هيلة يا هيلة، انت عرفت ما ينفع معنا شيء. انت اسمع كلامي، اسمع كلامي ولو مره واحده. يلا عاد يعطيك العافيه، اسمع كلامي. يلا خلاص على امرك، يلا سمي دخلك. لك انت؟ اي اي طبعا لك. هذا الخاتم ليه؟ اكيد ذي ليه؟ لا اكيد بالسالفه شيء. اي نعم يا ام عطويه بالسالفه شيء، بس يا عطوية انت لو تعقلين تبشرين بالخير، ومثل ما قلتي برضو فيها شيء. علميها يا هيلة.
قولي لي شو السالفه يا هيلة. سمعيني زين، كل السالفه ان اليوم زواجك من ابو ابراهيم، زين، وهو يعزك وايد وايد وياب لك الخاتم، بس عاد قولي شنو انا اللي اختاريت لك. يا الله شلون انا نسيت يوم زواجي من ابراهيم؟ ليش ليش انتي بتنسين؟ ما تتذكري؟ تعرفين ليش؟ لانش انتي متفرقه لاختراعاتك ده اللي تجيبلها. ابو ابراهيم انا ما قلت شيء، بس اقول الله يهديها لو جازت من ذا المشاقبات كان شافت السعاده. اي والله صدقت يا ابو ابراهيم. اعطيتني المجنون. مجنون؟ اسمع انت ابراهيم مو بمجنون، وولدي اعقل منك 60 مرة. اقول له عطني حبه سوري يعطيني فلفل اسود. خير يا طير، اختلط علي الامر، ما اسمعك نسى خلاص. تسمح لروحك انك تغلط عليه وتقول له المجنون؟ اسمع بقول لك، اذا بقيت تجي ذا المحل مره ثانيه احترم نفسك ولا تغلط على الناس ونحطك فوق راسنا. اسمع ابراهيم، عبد الرجال شغله وخليه يمشي عنه. حاضر يبا. شو عندكم يعني؟ شو عندكم؟ ما عندنا شيء، بس الله يسلمك ام ابراهيم ما تبيني اساعدها. هي سمعي كلامك، ترى الكلام الاول والاخير في ذا البيت لام ابراهيم، وابي سمعين كلام متنفذين اوامرها. يعني الكلمه الاولى والاخير لها، وما بيش تعصين امر لها يا هيله. سمعت؟ إن شاء الله تتآمر. بس يا سلوى، هذه إرادة الله، وبعدين أنت الله يسلمك، ليش مزعلة روحك؟ بس أبو إبراهيم ما تزوجها إلا عشان يب منها عيال، وإذا ما حملت يبي يتزوج غيرها، يبي يطلقها. أنا ما أقول غير يا الله إن يكتب لها الخير ويمن عليها إن شاء الله بالذرية الصالحة. أي حنيف، الله يستر. نعمة رب العالمين برقش. نعمة رب العالمين. لا إله إلا الله. الله يطول. ما شاء الله، شفت المحل يا برقش؟ الله بالخير حاج أحمد. الله بالصحة. الله بالخير. يا الحال. برقش. برقش أنا دورك في السرقة. عطنا صوت. مسكين عندك 100,000 فريق. بارك الله في ولا من دم. عندك يا شو؟ بس. اسمع. تعال تعال تعملين. قول لابوك عبد الله بشير، قول يقول لك المبرقش مو مصلح السيارة عندك، لو تموت وخليه عندك. برقش عطها المكتوب، عطها المكتوب يا بارك الله فيك. لا عاد تجي اشوفك من زين هالجار، ما صار جار يا مبرقش. يرمي حصى على المكتب ويرمي واذن في عمره. ما هب اول مره يا مبرقش. صدقني هذا جنني. هذا المحل يا مبرقش. الله يرحمك. عليكم السلام. هلا مرحبا، حياك الله. كيف الحال؟ حياك الله حج مكي. نزل بالبضاعة، خلي عبد الله. الله ترى جارنا. يا هلا. اقول هذا يوسف افندي. انا ما احبه لكن شو اسوي؟ خلي عنك بس ده. من حاط هنا الله يسلمه. ما ندري عنه. حيا الله منجي. الله يسلمك. حيا الله مبارك. كيف الاحوال؟ الحمد لله. حياك الله. يا هلا والله. خذ راحتك. لا تستعجل في الحكي. الله يسلمك. لا تستعجل. لا 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 باكله. أقول لا تنسى عادة يوم الخميس الجاي عرس حمد ولد أختي، لازم تجي. ومن أبي أخذ هيلة؟ أي هيلة الله يهديك. هيلة العمها حنيف. يوبا هيلة العمها حنيف.
تزوجها ابو ابراهيم الله يرحم والديك. ادري ادري انت معلمنا هيله اللي بيتزوجها ابو ابراهيم وعم حنيف غير هيله اللي بيتزوجها حمد وعم حنيف. يا شال خرابيط ايش قاعد تقول؟ اكيد استخفيت انت. انا لله انت قايل كذي يا مبرقش. انا قلت لك كذا قلت لك يوم ان انا بيني وبين حمد مشاكل لكن الحمد لله الحين ما في مشاكل. احنا الان سمن على عسل. اجل الحين ما في هيلتين ولا حنيفين. وليه ما عطتها بنتك يا ام برقش؟ بنتي ما اقدر اقول شيء من الحلال. هذه الزواج قسمه ونصيب وهذا نصيبها. اقول يا خال ترى ذا العش رج نتائج مضمونه. يهر البطن هو؟ هو بس يهر البطن. الا يهر البطن ونص. واسالني انا عنه. جربته انت؟ قول لي جربته. هو بس انا جربته انا واللي في العرس والمعازيم. ايش قصدك؟ يا خال يا خال ذي سالفه طويله. انت بس استعمله بطنك ان شاء الله بيقعد يمشي ويصير مثل القطاس. وتصور يا عم أبعطيك نصيحة وبلاش دي ما عليها فلوس. أبي يوم اللي تستعمله لا تروح الشطر خلك في البيت وقعد جنب يا محمد. سب هات 10 ريال. سب حياك الله. مع السلامة. في أمان الله. طب الخير حجي. شلونك؟ حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. قوم إبراهيم. حياك الله. شلونك؟ أقول شلون أمورك؟ الحمد لله والشكر لله الكريم. بس انا ودي اسالك عساك عزمت عيد حقيقه. ايش اقول لك يعني صدقني انت مو راضي تعرفني هالعشره الطويله. مو راضي تعرف حين الكمبيوتر هذا المبرقش طول الله عمرك. على طول عزمت عيد بس انت لا تنسى الموعد. لا 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 يا سعد الحقيقه اسمح لي ما اقدر احضر. ليش ما تحضر ليش؟ اي يا سعد لا تنسى اللي بيني وبين حمد. حمد يبقى لا يدانيني ولا شيء. يبقى انا تزوجت اللي كان هو يبيها. تخليني أضحك من قلبي بعض الأوقات. أقول يقول راعي المثل خبرك عتيق زري جديد. أقول يبا حمد خلاص مشغول بعروستي الجديدة. حمد نساك ونسى هيلة ونسى حنيف نسى كل شيء صدقني. كان كذا الموضوع خلاص أجل بجي معاك. جميل جدا. أقول شخبر الأولد وايف معاك سعد؟ شا أقول لك عن أم إبراهيم؟ أسكت. ها؟ تكفى يا سعد. ما ترضى ريحة العقل على هيل. الله عسى ما تطيح جات وزخته. عسى بس ما أداقش مع هيل جات وصفت في جنبه. يا أخوي أسكت ما تسمع في هيل وتحب حب جديد. الله شدنا. أقول مبرقش دكي مبرقش فاطن. أقول لك هذه هيلة جوهرة. هيلة كنز. يوم قالت لكم توددوا لها وتقربوا لها. المرأة دي ذكية ما هي جاهلة. هيلة كنز. بصراحة يا سعد أنا لأول مرة أكتشف إن هيلة ذكية وذكية جدا. أقول حب يديك مقلوبة. حب يديك مقلوبة وقول الحمد لله وقول الله يخلي سعد المبرقش اللي عطاني هالجوهرة. أنا عزك وما عطيتك إلا الشيء الطيب صدقني. الحمد لله وشكر الله الكريم. طبعا أنت معزومة. فعليش يا وخيتي إذا ما عزمك أنت من أعزم. إيه يجيب العيال واللي تحبين. إيه العروس؟ العروس سعاد بنت عبد الله المعلمة. إيه الحمد لله دين وأخلاق وعلم. لا والأهل بعد ناس طيبين حطيهم على الجرح يبرى. إيه الحمد لله ربي ما قصر. إيه أخوي سعد لا ما قصر دفع المهر وقال حق حمد أنا أبيك تكون راضي علي. الحمد لله عسى الله يبلغك في عيالك إن شاء الله. مع السلامة. حياكم الله ويا هلا ويا مرحبا. عاد ها لا تنسين ماتين. الله يسلمك يا وخيتي. مع السلامة. يا حليلك. ساك الله بالخير يا أحسن أم في الدنيا. يا هل يا هل بزينة العرسان. يا يا يا
شال كشخة شال حلاوة يا مامش مثلك. تفضل تعال. لا يما تكفين بامشي والله مستعجل. وين بتروح؟ وين بروح؟ أقول لك وين بروح؟ بروح أعزم بعض الشباب حق العرس، وبامر بعد البقالة باخذ أغراض بعد، وش عندي بعد؟ بامر المطعم أكد عليهم العشاء. عسى الله يوفقك وتكون السعادة من نصيبك يا نظر عينك. أنا أتمنى من الله يخليك لي وبس. تمرين شيء؟ ما مر عليك علو. يلا يما يلا توكل على الله. مع السلامة. مع السلامة. لك يا حليلك يا حنا. أقول هيلة. نعم. ودي بكرة أروح معاك المستشفى علشان تشوفش الدكتورة. ليش يا أبو إبراهيم؟ ما في ضرورة. الله يهديك بس يا هيلة. شلون ما في ضرورة؟ لأن لحين ما مر علينا غير 3 شهور. أنت اصبر بس وبعدين بصير خير. بس يا هيلة يعني غيرك حمل من شهر وشهرين وأنت ما أدريش فيك. خل نصبر هالسنة. وإذا ما حملت بعدين ودني المستشفى. بس أنت لا تستعجل الله يهداك. إيه بس يا هيلة عاد ما فيه شيء يعني، بس إحنا بنروح المستشفى تشوفك الدكتورة تفحصك وتقول لنا شنو السبب. تفضلي. أبو إبراهيم. نعم. إيش تبين؟ قبل لا تطلع بقيت لي بشارة. على شنو بشارة؟ أم إبراهيم حامل. شو تقولي؟ أنت حامل؟ مبروك والله إنك تستاهلين. تستاهلين يا أم إبراهيم. مشكورة. الله يسلمك. أنا اليوم ما طلعت مع أبو خالد علشان اروح بيتهم. ايوه هذا اللي انا عندي خبر فيه. انزين انا ما رحت بيتهم، انا رحت المستشفى وسويت الفحوصات والتحاليل وطلعت النتيجه حامل 100%. وليش ما علمتيني يوم رجعتي؟ بقيت اخليها مفاجاه لكم الصراحه. بصراحه هذه يا ام ابراهيم خوش مفاجاه. شهيك خلص يا أستاذ. حظك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إن الشاي خلص وجاء على طول. كريم هذا ابنك؟ إيه نعم. تعال يا أبو نيسلي. روح أقعد مبرقش. السلام عليكم. استريح استريح استريح. شو اسمك يا أبو ني؟ والنعم والله يا عادل. أقول عادل خوش بدل هذه بكم اشتريها؟ ماذا؟ أصلاً ما هي زينة. إنا لله. احرجك. احرجك ما عليك. أنا والجاهل ما لك شغل فينا. أصلاً أنا أعرفه يعرفني. نعم حرجني. إلا أنت الحين ما دام أم إبراهيم أحملت وهيلة ما أحملت شو تسوي؟ تصدق يا سعد لحين يا جماعة الخير ماني مصدق. شلون الكبيرة تحمل والصغيرة ما تحمل؟ اي والله وانت اللي قايل الى لام ابراهيم يا حبوبي انك ما تزوج هيله اللي علشان تبي عيال. سبحان الله العظيم يا جماعه هذه درس موعظه من رب العالمين. سبحان الله. خلوها على الله يا جماعه الخير. خلوها على الله. ماني قادر اقابل ام ابراهيم كلش. مو بقادر احط رقعه وجهي في وجهها من اشوف وجهي من الطقيت انا في النار. ليش يا ابو ابراهيم؟ يا اخوي حراج احنا انا قايل لها ابي اتزوج عشان اجيب عيال، واللي متزوجها ما جابت العيال وهي الكبيره اللي تجيب عيال، طبعا حراج. الا يا حبوبي يا ابو ابراهيم. وهيله ايش رايك في الموضوع؟ هيله هاي يا مسكينه يا هيله. شيله طنجان ذا الهيله. صدقوني يا جماعة الخير إن هيلة فكت راسي. تعرفون ليش؟ لأنها فرحانة حق أم إبراهيم. طيب افرض إن هيلة هي اللي حامل، وش كان بتسوي أم إبراهيم؟ ها 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 كان أم إبراهيم دمرتني ودمرت هيلة والجنين اللي في بطنها بعد. يا ساتر.
يا الخبيثة. انزين ليش ما قلتي حق ابو ابراهيم انك حامل من قبل ام ابراهيم؟ لان يا خالتي خفت ان ام ابراهيم تغير مني. بصراحة قلت يا ربي شو اسوي؟ بصراحة انا مالي برض كل يوم نقعد نتهاوش. قلت شو اقول شو اسوي عشان افتك من هالمشاكل؟ قمت ادعي ربي كل ليلة اقول يا رب يا رب ان شاء الله تحمل يا رب ان شاء الله تحمل. تصدقيني يا خالتي وفعلا حملت الحمد لله. بس انتي الحين ليش ما تقولين حق زوجك علشان شاركك الفرحه ويستانس معاك؟ خليه اول شي يفرح شوي بام ابراهيم. عجيب شفتي شلون يا خالتي؟ قعدت افكر قلت مدام انا قاعده معاها في بيت واحد وزوجي زوجة كل مثل ما يقول المثل خليني أكون معاها سمن على عسل. والله أنت ايش رأيك يا خالتي؟ كبرت يا بنت ترى وخخ هنا من وخخ ما ادري ذبحتني الله تطبل على بحر بحر وش بطل في السباق انا ادري اعطونا 100 متر ولا 200 متر شفتوا شو هذا البر وين شايلكم هنا وينه
حي الله. خلي معنس انا اللي اصب الشاي حق ابوي. اي بعد يزعلون تخنقوا كل واحد يقول بصب بعد سوينا المشكله ثانيه ما صدق على الله الدين. ما بتسوي اشوه اشوه. اقول عطويه؟ نعم. ترى الرجال بعرسه. بشوف ابراهيم. بعده تبي تكبرني سويني جده. اي والله يستاهل يستاهل خليه يعرسونه. لا يبا انا وبعدين امه. ترى انا استحي من هالسوالف. شلون تستحي؟ بديت تروح على هالولد. الله يسلمك. شو بقول عسى ما شاء ما يندرى ان شاء الله ما في الا الخير ان شاء الله ما في الا الخير الله بالخير ابو خالد السلام عليكم عليكم السلام عليكم بالخير كيف الاحوال الله يسلمك يا ابو ابراهيم السلام عليك هلا هلا يلا بخير اقول ابراهيم الله بالخير يا ابو ابراهيم يا هلا الاحوال حيا الله طول عمرك شلونك؟ اقول ان شاء الله خير لا ان شاء الله خير بعلمك بعدين ها؟ بعلمك بعدين صدقني انا استنى هنا اي خير ان شاء الله خير يا برهوم ما شاء الله تبارك الله يبارك كيف الاحوال الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك اقول وين نظارتك وخبرك عتيجه عم سعد لبسنا عدسات اوه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله اقول نعم ايش ان شاء الله خير طبعا خير يا عم سعد ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يا حليل ابن بني يا حليل الغيب ضحكة يا عبد بصدت يا حليل ها ما شاء الله ها هيلي أشفى بني على ما تمنيتي سبحان الله سبحان الله حرام عليكم لا تخلون عيالي قاعدين بذا الأسر يا جماعة الخير تكفون يا جماعة الخير رب أمكم شوفونهم شوف آه يا حرم صلى على محمد لا إله حبتك العم ضحكة ضحكة يوم عيد ذا ضحكة ضحكة يا جماعة الخير تكفون ضحكة أبيكم تضحكون I'm a fan of